محطتنا الأولى نور حتكون بعالم الطفولة. اليوم رح نحكي عن الدورات التدريبية اللي بتستهدف الأمهات وباقي فئات المجتمع للتعامل مع طفل التوحد، أكيد مع أخصائية صعوبات التعلم ميسم الحصرية لتخبرنا أكثر تفاصيل. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي معك أهمية أداة كوادر مختصة للتعامل مع طفل التوحد، وقديش فعلياً هيدا بيأثر على نفسية الطفل وتطوير شخصيته. تماماً، نحن بنعرف إنه نحن جامعاتنا يعطيهم ألف عافية، عم يعملوا مجهود كبير لحتى يعملوا استاجات للطلاب أو للجامعيين اللي عم يشتغلوا بهذا المجال، ولكن نحن منضلنا بعد فترة التخرج بيضل في عنا افتقار للخبرة اللازمة للتعامل مع هدول الأطفال. عطول بدنا نتذكر إنه إحنا وقت عم نتعامل مع هاي الفئات نحن ما عم نتعامل مع أطفال طبيعيين، عم نتعامل مع أطفال بيكون أحياناً عندهم فروق فردية، حتى بطريقة الاستجابة، حتى بطريقة الطلب، حتى بأنواع الخلل بيكون موجود عند الطفل. فنحن هون قدام شريحة واسعة باختلاف فروقاتها، فعطول بتكون الخبرة هي المادة الأساسية اللي منفترقر لها. وهذا السبب اللي أنا عطول بقول الكادر المؤهل هو مو بس مؤهل جامعياً، مو بس مؤهل أكاديمياً، ولكن هو مؤهل كساعات أضاها مع هدول الأطفال أو الأفراد، كفهم لاحتياجاتهم، كفهم لطريقة تعبيرهم. أحياناً تعبيرهم بيكون مو مثل ما نبين، يعني أحياناً الطفل وخاصة طفل التوحد ممكن يعبر بطريقة إنه هو يبين إنه هو طريقة عدوانية، ولكن هو بيكون عم بيعبر عن عاطفة كتير حلوة أو عن حب اتجاه هدول الأشخاص. نعم، يعني ميسم في كتير أنواع من التوحد وصرنا نعرفه من خلال لقاءاتنا فيكي. اليوم الأم أحياناً ما بتعرف إنه ابنها عنده توحد إلا إذا كان في توعية معينة أو لاحظت فرق معين. دائماً بيكون في مبررات إنه مدلل، مانه كذا، عنده فرط نشاط. دائماً بيكون في تبريرات عند الأم والأهل حتى يعرفوا مثلاً مشكلته الحقيقية للولد. يوم الدورات المتبعة قدي ممكن تساهم بالوعي لحل المشكلة؟ يعني نحن بنعرف إنه ممكن إذا انكشف بالصغر ممكن إنه يرجع طبيعي إذا عاد تدريب. تماماً. هلأ نحن عطول منقول إنه سواء كانت ورشات عمل أو كانت دورات تدريبية للأمهات أو للأشخاص أو للمجتمع بشكل عام هي ممكن كتير تفيد. اسمحي لي من خلالكم أتشكر المراكز اللي أنا إشراف فيها، اللي هو مركز ملائكة الجنة بدمشق بإدارة دعاء زهير عماد، ومركز بيسام بالقامشلي بإدارة الأستاذ ماهر الجلعو. طبعا المركزين عطول بيكونوا جاهدين إنه هن يعملوا شيء اسمه ورشات عمل للأمهات أو دورات تدريبية. هي الدورات التدريبية هي جدا مهمة لأكثر من سبب، مو بس لحتى نحن نقدر نشتغل مع طفلنا، ولكن نحن أحيانا بيكون في عنا هروب. نحن الأمهات بشكل عام أحيانا وقت منشوف نقطة سلبية عند الطفل بنكون عارفانة أنا كأم إنه هي في شيء سلبي أو هو ما مثل أقرانه من الأطفال، ولكن ضل عم بهرب. لا هو لأنه بينظر من مكان تاني، لا هو لأنه مدلل، لا هو لأنه مثل ما ذكرتي أنا مدلعته بالبيت. فنحن بيكون في عنا تشخيص أو بيكون في عنا إحساس بالمشكلة قبل وقوعها، وبالتالي لما بتكون واقعة هاي المشكلة فبكون أنا قادرة اشتغل معه على أرضية صح. يعني أنا كتير بقول إنه إيه، أنا بعرف إنه طفلي ما عنده تواصل بصري، أوكي، بس بتعرفي تعالجي هي المشكلة؟ لا. بتعرفي كيف ممكن تلفتي انتباهه؟ لا. طيب أنا بعرف إنه ابني عنده بعض العدوانية اتجاه أقرانه، طب أنت بتعرفي تعالجي هي المشكلة؟ بتقدري تخليه يحكي لك؟ لا. صحيح. نحن اللي بيهمنا عطول مو بس إنه نحس بالمشكلة، نحن الشيء الأقوى اللي يمكن نعمله إنه نحن نقدر نعالجها، لأن نحن بحياة طويلة، وحتى الأطفال الطبيعيين كل يوم ممكن تواجههم، وخاصة مشاكل بحالة الحرمان البيئي اللي أطفالنا عاشوها، اللي نحن نتيجة تماماً وسائل التواصل، عدم وجودنا ببيئة اجتماعية صح، بعدنا عن أهلنا، رفقاتنا، ظروف الحرب كمان إلى أثار جداً كبيرة وقوية على نفوس الكبار والصغار. تماماً. خلينا نحكي عن أهمية هاي الدورات، إلى مين توجه؟ يعني خلينا نحكي للأمهات، الكوادر التعليمية، لأنه مو فقط الأم مستهدفة، لأنه طفل التوحد هو جزء من هيدا المجتمع، فبتحسي الجميع لازم يكونوا أدرى بكل هاي التفاصيل لأقدر أنا أتعامل مع هذا الطفل مثل ما قلتي اجتماعياً، ليندمج اجتماعياً
معين، لأنه دائما في نظرة للأسف قولي نوعا ما هلأ عم تختفي، عم تكون في ثقافة أوعى إنه في مشكلة. أحيانا بتلاقي الأم الثانية لا ما بتقرب طفلة عليه، لا عنده عدوانية مثل ما قلتي. لا اليوم هاي الدورات مع الكوادر التعليمية والأمهات والأشخاص الأخرى عم تلاقي في تعامل مختلف، حتى طفل لما يطلع هيك ما عاد نظر له الآخر بهي النظرة، عم يقدر يتعامل معه، عم يقدر يتواصل معه بصريا سابقا ما كنا نشوفها. كمان هي نقطة مهمة اليوم ضمن هي الكوادر أو فينا نقول هي الدورات التعليمية. بصراحة كتير بشكرك لأنه ضويتي على هي النقطة، لأنه هي فعلا مهمة. نحن اليوم وقت منشتغل على جانبين، الجانب اللي بيخص الأطفال صحيح. إنه نحن نوعي الطفل اتجاه الطفل الآخر، هاي بتصير بمراحل الدمج، وبالاتجاه الثاني بتخص كل شرائح المجتمع. يعني أنا بقول شبابنا أحيانا كتير بتكون عنا نظرة إنه شاب جاي يحضر دورة بتخص أطفال التوحد أو ورشة تعريفية، لا أنا بقول من حق الكل، لأنه نحن كلنا معرضين. يعني أنا عطول بقول إنه كلنا معرضين نواجه طفل بالشارع إذا ما كان ببيئتنا أو ببيتنا أو ضمن المحيطين فينا، فنحن معرضين إنه نواجهه، فلازم نعرف نتعامل معه. الشيء الثاني اللي أنا كتير بنبسط فيه بوقتنا الحالي إنه صارت كلمة تخريج أطفال توحد، كنا يمكن أول ما أطلقناها بمركز بيسان ومركز ملائكة الجنة، اليوم عم شوفها تعممت. يعني عم شوف كتير أخصائيين صحيح. صاروا يحكوا بهاي الكلمة إنه نحن خرجنا دفعة أطفال توحد، معناتها نحن آمنا إنه هذا الطفل يعالج وبده يصير طفل طبيعي. بصراحة هذا الشيء اللي هو بيعطيني سعادة كتير كبيرة. عيونك ضووا أنت عم تحكي، يعني هذا الشيء بينعكس حتى أكيد لأنه هم جزء من حياتنا صحيح. يعني أنا عطول بقول نحن اليوم بلا تكنولوجيا بدال هدول الأشخاص، نحن بلا ضو بلا إينشتاين، نحن بلا موسيقى بلا بيتهوفن، يعني هن اللي اخترعونا أكثر الأشياء اللي هي اليوم سر سعادتنا أو سر هذا النقاء الداخلي اللي جواتنا. فأنا فعلا كتير بكون سعيدة سواء لما بحكي عنهم أو لما بكون معهم يعني بمراحل حياتي. بغض النظر مثل ما ذكرتي حضرتك، نحن أكثر شيء لازم ننبسط فيه لما يكون في عنا طفل. هلا بيقولوا لي أحيانا إنه أنت بتواسي الأم لما بتقولي لها هيك، أبدا، بس نحن فعلا لو نعرف هذا الطفل شو عم بيضيف لنا، عم بيعلمنا الصبر، عم بيعلمنا إنه نحن قادرين إنه نوصل، عم يعطينا هي الفكرة بالإنجاز. لأن نحن وقت من أنجز مع طفل طبيعي فهذا منحسه أنه هو من الطبيعي يصير، ولكن لما ننجز مع طفل أصلاً ما كانت عنده هاي المهارة، فنحن فعلاً منحس أنه نحن عملنا شيء، فعلاً بيعطونا القوة. دائماً بقول الدورات التدريبية هي مهمة لأي شخص كبير صغير أم، وخاصة وقت اللي بيكون في عنا شيء بيخص الوقاية صحيح. نحن في عنا أشياء ممكن نعملها ليكون في عنا وقاية من مشاكل ممكن تصيب الحامل، مثل طريقة أخذ الفيتامينات، نوع التحاليل اللي ممكن نعملها، التعرض لأشعة الشمس، ونوع الأطعمة اللي ممكن هي تجنبنا لحدوث هيك اضطرابات ممكن تصير معنا بالأيام. فهي فكرة توعوية كاملة لكل شرائح المجتمع. نعم، طب خبرينا عن بعض النماذج والحالات اللي توجهت لمراكز التدريب وتم التعامل معها والتحسن فيها. كتير عنا حالات حالياً، عنا ما يقارب 70 حالة صاروا هن عم بيعيشوا حياتهم الطبيعية. طبعاً خلينا نقول بالمراحل المختلفة لإلهم كانت أهاليهم جداً عم تشتغل معنا. يعني الفكرة الأولى اللي أنا بدي أقول إنه نحن مننطلق فيها حتى نوصل لطفل طبيعي، اللي هي فكرة إيمان الأم بطفلة وإيمان المحيطين فيه. لما بكون أنا بآمن إنه حتى المدربة على فكرة إذا ما آمنت إنه أنا عم درب هذا الطفل ليصير طفل طبيعي، ما رح نلاقي إنه هي عم تأنجز معه. فبالفعل لما نحن كأمهات أو كأشخاص محيطين بهذا الطفل بيصير عنا الإيمان إنه هو طفل طبيعي، منصير منعامله على هذا الأساس. يعني بصير أنا ما بقبل منه الخطأ، لهيك بصير هو بيتعلم إنه ما يخطئ. بصير ما بقبل. في بعض الأهالي، يعني أنا بحكي محيط مقرب، في بعض الأهالي مثلاً بيلاقوا الطفل بيعاملوه بشكل طبيعي بس بيكون عنده حقيقاً مشكلة ما بتتعالج وبتكبر هالمشكلة مع عدد السنوات. يمكن بتكبر لأن إحنا ما عالجناها بوقت صح، أو خلينا نقول يمكن بتكبر لأن إحنا ما عالجناها بالشكل الصحيح، ولكن هل في عنا مشكلة سلوكية لا تعالج؟ أنا كتير بكون بعيدة. عطول نحن بيكون في عنا شيء اسمه اضطراب، هذا الاضطراب مرتبط بين الجملة العصبية
يعني نحن في عنا مكانين، الجملة العصبية والسلوك. الجملة العصبية هي اللي بتعطي الأمر بالسلوك، فلما أنا بكون عم بعطي الأمر الصح من الجملة العصبية عن طريق تنظيم غذائي بنظم لنا الخلايا العصبية، فنحن بنوصل لتنظيم سلوكي صح. وهذا الشيء اللي مثل ما ذكرتي حضرتك جدا مهم، لو نحن لازم نشتغل عليه، التنسيق بين الجملة العصبية والتنظيم السلوكي اللي بيصير عند الطفل. يمكن نقطة كتير مهمة أستاذي ميسم للغذاء اليوم، قديش فعلا بيلعب الغذاء مثل ما قلنا بتنظيم الجملة العصبية، وعم نشوفها بالآونة الأخيرة مو فقط على طفل التوحد، بحياتنا بشكل عام. فقديش مهم فعلا الأم تنتبه لهي النقطة، لأنه نحن بنقول هي حلقة مشتركة، يعني في بدنا نبلش شغل تدريبيا سلوكيا وكمان الغذاء، لأنه نحن الطفل الطبيعي أساسا إذا بتعطيه سكر زيادة بتعطيه حلو بصير عنده فرط نشاط، فكيف إذا كان طفل التوحد؟ بقول شيء جدا مهم، خليني بلش من نفسي أنا في الصبح، إذا كنت متعودة على كمية معينة من الكافيين، إذا ما بدي أقول نوع معين من الكافيين فأنا ما بصحى. خليني أقول قديش أنا الغذاء ممكن يأثر بحياتي ككل، لأنه هو اللي بياخد 60% من طاقة الدماغ. صحيح. كتير منسمع أنه أنا أكلت فول ما عاد فيني انه اروح مثلا اقدم امتحان، اكلت لبن فانا نعست. فهذا الشيء ابدا ما انه وهمي، هذا شيء جدا حقيقي، لانه خلينا نقول واحيانا بنقول اذا اكلنا دسم بننعس، ففعلا لانه نحن طاقه الدماغ خلينا نقول 60% منها عم تروح على الغدد الهاضمه. صحيح. اللي هي بتفرز عنا العصارة الهضمية، فبيتعطل عمل الدماغ. فأنا لما بقول لما بكون أنا عم بتحكم بكمية الطاقة اللي أنا عم باخدها من الغذاء زائد كمية الطاقة اللي أنا طالبتها من الطفل، فبصير عندي هذا التوافق. أما ما فيني أنا أطلب طاقة تفوق طاقته العقلية، فخلايا بركنجي هون بدها تضطرب، فمن الطبيعي أنه يتأخر عنا بالاستجابة. نعم، يعني نصائح أخيرة بتحبي تقدميها كمان لكل الأمهات اللي هلا عم بيشوفونا، ويعني إن كانوا حوامل ولا كان عندهم أولاد؟ أنا عطول بقول أبداً مو عيب إنه يكون عنا طفل عنده سواء خلل سلوكي أو خلل عصبي أو يكون حتى في عنده مشكلة. حتى أطفالنا الطبيعيين في عندهم ممكن يكون خلينا نقول نقاط قوة ونقاط ضعف، لازم نتبع دورات تدريبية ورشات عمل للتوعية بهدول المشاكل، حتى إذا ما صادفناهم بمحيطنا القريب ومحيطنا البعيد إذا شفناهم بالشارع نعرف نتعامل معهم، لأنه هدول أنا عطول بقول هن نواة الحياة، فلازم نحافظ على حياة أو خلينا نقول على مجتمع كله مترابط كله يقدر يخدم بعضه، ونحن أكيد بنكون عطول موجودين لخدمة بعضنا. أكيد، وقلتي نقطة كتير مهمة، يمكن الدورات التدريبية هي مهمة لكل فئات المجتمع، وطفل التوحد بيكون عنده قدرات ومهارات استثنائية يجب تسليط الضوء عليها ودعمها من قبل الأهل، لأنه نتفاجأ عنده قصص ومهارات ممكن ما تكون عند الطفل الطبيعي. فبدنا نشكرك بالختام على وجودك معنا ويعطيك ألف عافية. بتشكركم كتير، يسعد صباحكم. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لك. شكرا.